يسعد هالمساء من جديد في اكسترا تايم، واصلين معاكم فقراتنا ومش اي فقرات طبعا. اكسترا تايم ملتقى النجوم هو اليوم نجم دائما الجماهير الاردنيه بتتغنى فيه، وايضا دائما الاسم المحبب للجماهير بتطلقوا عليه طبعا ميسي الاردن. لاعب بفنيات عاليه، مهارات عاليه، واخلاق ايضا عاليه. جماهير الرمثا كانت حزينه جدا عند رحيله في الرحله الاحترافيه الى السعوديه، لكن اليوم هي اشد سعاده بعوده هذا النجم لكتيبه غزلان الشمال. نتمنى تكون التحضيرات على اعلى مستوى طبعا، وتحياتنا لكل الجماهير الاردنيه بشكل عام وبشكل خاص ايضا جماهير نادي الرمثا. اليوم حبيبها موجود عندنا الكابتن مصعب اللحام، الله يسعد المساء كابتن. مساء الورد استاذ طارق، بمسي عليكم وعلى مشاهدين قناه رؤيا، وبمسي على كل الناس اللي بتشوفنا، وشكرا على الاستضافه الحلوه الرائعه. يعني اول شيء اناقه اليوم ولباقه وما شاء الله عنك، يعني يعني حلاوه، وايضا يعني مبسوطين بتواجدك دائما معنا وبابتسامتك الحلوه. الله يخليك، بعض ما عندكم يعني انت مصعب. ما شاء الله عليك صاحب الابتسامه ودائما صاحب الكلام الحلو يعني. شكرا. وايضا بما اننا نتحدث عن نجوم الرمثا وخبر حصري عبر اكسترا تايم، الكابتن عبد الله ابو زمع المدير الفني للمنتخب الوطني ينهي الخلاف ما بين النجم الكوبرا حمزه الدردور ونادي الفيصلي السعودي، وايضا يتحدث مع نادي الكويت الكويتي. والكابتن حمزه الدردور سيلعب في صفوف النادي الكويتي الكويتي بشكل رسمي، وطبعا بخبر حصري لاكسترا تايم. تحياتنا حمزه الدردور رسميا في فريق الكويت الكويتي، تحياتنا للكابتن الكبير عبد الله بزمع، كل التوفيق لك حبيب القلب، واكيد كل الدعم والتقدير لك، يعطيك الف عافيه وما شاء الله عنك. كابتن مصعب، راح نحكي يعني عن رحلتك الاحترافيه وايضا على رجعتك، لكن الشباب بيقول لك انت مدريدي ولا برشلوني؟ لا مدريدي طبعا. يا عيني، اها وضع كويس. شباب طولوا التقرير وخلينا نشوف هالتقرير الحلو على الكابتن مصعب اللحام وبنرجع. ارجع ارجع يا كل الحب، ارجع يا كل الحب، ارجع يا روحي، ارجع انا محتار لايامك الحلوه، مليت انا مليت زادت جروحي، ارجع يا روح الروح الهجر بايس، ارجع يا كل الحب. هذا حال عشاق جماهير الرمثا غزلان الشمال التي كانت حزينة على رحيل نجمها الكروي مصعب اللحام قبل 3 سنوات إلى السعودية للاحتراف مع نجران السعودي، والتي طالبته مراراً وتكراراً بالعودة إلى الرمثا. اللحام الذي عاد إلى بيته الأول الأسبوع الماضي بعد مفاوضات طويلة بين الرمثا ونجران السعودي، بالإضافة إلى العروبة الذي يلعب معه على سبيل الإعارة، لتتم الأمور بما يشتهيه جماهير الغزلان، وينضم اللحام لكتيبة الغزلان لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة. وستكون عودة مصعب للرمثا دفعة معنوية كبيرة للرماثنة الذين يمنون النفس بتحسن النتائج في مرحلة الإياب، والتي كانت بعيدة عن الطموح خلال الذهاب. ولعودة مصعب سحر خاص لجماهير الرمثا، وذلك للعلاقة الكبيرة فيما بينهما، وهو الملقب بميسي الأردن من قبل جماهير الغزلان. الاشتياق كان متبادلاً أيضاً من اللحام لجماهير الرمثا ولناديه، حيث استقبلوه استقبال الأبطال في ليلة التوقيع على كشوفات النادي، ولتعود الفرحة على وجوه الجماهير، وليس هذه المرة بانتصار كروي بل بعودة نجم يعشقونه كثيراً، منتظرين أن تكتمل الفرحة بعودة الكوبرا حمزة الدردور في حال لم يكمل مشواره الاحترافي. وعانى اللحام خلال السنوات الماضية بمشواره الاحترافي لخلافات كانت بينه وبين نادي نجران السعودي الذي تعاقد مع مصعب ل4 سنوات، ولكن يبدو أن التوافق بين الطرفين لم يكن موجوداً، لتبقى الخلافات حتى انتقل مصعب الموسم الحالي إلى نادي العروبة السعودي على سبيل الإعارة، لتبقى نفس المشاكل، وليفضل اللحام العودة إلى ناديه على سبيل الإعارة أيضاً.
مصعب تبقى من عقده مع نجران موسم واحد وهو الموسم المقبل، ويتطلع لأن يعود إلى مستواه المعهود وأن يمارس هوايته بهز الشباك ويفرح كل جماهير الرمثة ومنتخب النشامة. إذن كابتن مصعب الله يخليك لأهلك طبعاً، وإن شاء الله دائماً ضلك بالصحة وبالعافية، محبة من الجماهير الأردنية جماهير نادي الرمثة أيضاً إليك بشكل خاص، واشتقوا لكم فنحكي عن عودتك للرمثة هالموسم. والله بصراحة يعني أحكي لك بداية القصة. تفضل. احترفت مع نادي النجران الحمد لله، يعني كانت مسيرة الاحترافية كويسة وناجحة، بعدين انتقلت لنادي العروبة، لكن بصراحة الشوق غلاب، يعني حنيت لنادي الرمثة، حنيت لجمهوره، فتفهموا الموضوع، يعني نادي العروبة بوجه لهم تحية وشكرا لهم، يعني ما قصروا معي، ونفس الموضوع نادي نجران، يعني ارتأوا حتى أنا نفسيا، يعني أنه قررت خلص لازم المسافر خلص يعود، لازم المسافر يعود. طيب كابتن، كيف كان أصداء هالخبر على جماهير الرمثة؟ كيف يعني أنت حسيت وكيف تعاملت معك وكيف استقبلتك؟ والله مثل فرحة أم برجوع ابنها. يا سلام عليك. طيب كيف الرحلة الاحترافية، كيف انعكست عليك كابتن مصعب خلال هالفترة هاي؟ أكيد يعني لما تواجه فرق كبيرة مثل النصر، الهلال، الاتحاد، شباب، الأهلي، وجماهير كبيرة، أكيد بنعكس عليك، يعني الخبرة، التوازن، التعامل مع المباراة بكل ظروفها، يعني الظروف الصعبة في المباراة، أكيد يعني إن شاء الله هذا راح كلها تعكس إن شاء الله في الملعب في المباريات القادمة مع نادي الرمثة. طيب نحكي شوية من رجعتك لهلا عن نادي الرمثة، الفريق بشكل عام كيف وضعه، التحضيرات، شو متأملين، شو بتخبروا الجماهير أيضا لمرحلة الإياب؟ صحيح، طبعا نادي الرمثة بتعرف أنه الآن بنافس بس على بطولة واحدة، خرج من بطولة الكاس، وهذا إشي يعني حزين يعني بسببه، لأنه حاب يعني لو ودنا يعني نشارك بطولتين. الآن منافستنا بالدوري لسه الدوري ما انحسم، راح نقاتل إلى آخر جولة حتى ينحسم بإذن الله، إن شاء الله يا رب ينحسم، إن راح يعني نبذل كل مجهود، إن والآن يعني بالفترة هاي يعني صار في تعزيزات، يعني الحمد لله رجعت أنا كويسة، يعني دافع معنا وللاعبين محترفين، يعني ثلاث محترفين كويسين، طبعا بوجه شكر للسيد رجل الأعمال عمر الزعبي اللي تكفل فيهم، يعني وإن شاء الله نوع جماهيرنا يعني إن نكون على قدر محبتهم، إن وإن شاء الله هم كمان يكونوا اللاعب مش رقم 12، اللاعب الأول، إن تشجيعهم مثل ما عودونا دائما بحضورهم الكبير دائما، ان شاء الله ان نكون عند حسن ظنهم. ان شاء الله دائما انت عند حسن الظن. كابتن مصعب، نحكي عن عقدك بنجران، تاريخ انتهائه، هل كان في مشكله وانحلت، شو الوضع بشكل عام؟ والله بصراحه حكيت لك انه انا حكيت لهم خلص لازم ارجع للاردن، يعني تعبت ما مش قادر ادي، فقالوا لي اوكي ما في مشكله، فدخلوا فرق أردنية على خط المفاوضات، قالوا إنه مستعدين ندفع أي مبلغ مالي بيطلبه نادي نجران، لكن تعرف إنه الموافقة ما بتتم إلا بثلاث، يعني بطرفين، يعني نادي نجران وموافقتي، فأنا صعب يعني ألعب لنادي، يعني طبعًا كل احترام لكل الأندية وكل الجماهير الأردنية، لكن شو راح أجاوب لو طفل صغير مدينة الرمثة سألني ليش ما لعبت لنادي الرمثة، ليش ما رجعت على نادي الرمثة، شو بدي أجاوب، شو بدي أحكي له يعني؟ يعني عليك. طيب كابتن مصعب، كل الجماهير بتتمنى ترجع تشوفك في المنتخب الوطني، والآن المدير الفني للمنتخب الوطني عم بتابع الحلقة، تحياتنا لك كابتن عبد الله، فشو بتوجه رسالة لكابتن عبد الله حول رجعة مصعب هذا الموسم حتى انه تكون تحت الرصد؟ طبعا أنا شيء بحكي له مساء الخير، يعني احنا بنعتز وبنفتخر انه يكون مدرب وطني لمنتخبنا، والحمل عليه صراحة صعب، وإحنا يعني لازم نوقف معه لأنه عنده مباراتين مصيريات، يعني إن شاء الله إنه نقدر نتجاوزهم، الكابتن عبد الله بزمع قادر إن شاء الله إنه يتجاوزهم بالتشكيل المثالية، وأكيد يعني الكابتن عبد الله باب المنتخب مفتوح لأي لاعب، أي لاعب بيأدي داخل الملعب بغض النظر عن اسمه إمكانياته شو ما يكون، اللي بيأدي داخل الملعب أكيد راح ينضم لتشكيلة المنتخب، والحمد لله إن شاء الله المباريات القادمة راح
ما بدي احكي انه ارجع لمستواي، لا راح اقدم مستوى جديد باذن الله. يا رب يا رب، هاي اللي بنستناه كابتن مصعب. طيب احكي لنا في هالرحله الاحترافيه، اجمل مباريات الخطه، الاجواء طبعا الكبيره اللي كانت موجوده، محترفين على اعلى مستوى في الدوري السعودي. صحيح. يعني شيء مش سهل. صح، يعني بذكر انه مباراه كانت صعبه انه مع نادي الاتحاد قبل موسمين، كانت يعني مصيريه انه اذا تعادلنا او خسرنا فيها راحين نهبط يعني للدرجه اللي اقل. فالحمد لله توفقت فيها، سجلت هدف وصنعت هدف، يعني لها ذكرى عندي خاصه الحمد لله انه ساعدت فريقي للثبات في الدوري. احنا جدا مبسوطين مصعب طبعا بتواجدك معنا حبيبنا حبيب القلب. نتمنى مستواك طبعا من احسن لاحسن دائما، نشوفك مع الرمثة متوج بالالقاب، ونشوفك ايضا مع المنتخب متوج بالالقاب، فنتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك، وشكرا لك على الاستضافه الحلوه، وشكرا للي عد التقرير بصراحه حسيبة. يعني وجه له التحيه، وبشكر صحيح الصحفيين اللي كانوا دائما اتواصل معي برحله الاحترافيه، استاذ عود الدولي، استاذ خالد خطاط، استاذ محمد حسيبه، ما قصروا، كل الصحفيين طبعا بوجه لهم التحيه، وشكرا لمشاهدينا، وشكرا لك مره ثانيه، وان شاء الله نقدم شيء جميل. يعني هاي كانت تمهيديه المقابله السريعه ترحيبيه فيك، لسه في مقابله كامله بعد ما تجيب جوال كابتن مصعب وتجيب لنا اهداف حلوه، راح تكون متواجد معنا ان شاء الله، والتقرير راح يكون اطول باذن الله. كل الشكر لك.